لا لا، انا هدي الدكتور مثال، اه مثال عظيم يعني اتفضل لن يصدقه عقل. اتفضل. ما اتخانقنا خناقه كبيره جدا جدا، وصلت الخناقه دي كنا مسافرين الساحل، ان انا نزلت من يوم الطريق البوسه دي بتاعت ال لا لا ان انا نزلت من العربيه في الطريق، وان انا هشاور لحد، وكده كده كنت راكب عربيتها، هي كنا مسافرين بعربيتها، فانا خدني كبرياء الخناقه ان انا مش هكمل معاكي، دي عربيتك وخد انتي، وانا هشاور لاي حد يوقف لي، انا فنان وبتاع. الساعه 3 الفجر حاجه كده في الساحل. ليه الخناقه؟ عشان هي بتاكلني شوكولاته فراوله، انا ما باكلش الفراوله، فازاي وازاي تاكلي وهي فراوله لا، وانتي عارفه ما ان هي انا ما نطت بحبهاش؟ بقى، نطت نطت يا دكتور عمرو، هي دي خناقتنا، نطت. هي ازاي انا ما ب... هي مقتنعه اسراء ان الحاجات اللي هي بتحبها جدا، هي بتعمل كده مع معايا ومع اخواتها، يعني هم اللي بتحبهم قوي، هي بتنبسط قوي من الاكله دي فبتاكلها لنا عشان ننبسط قوي، هي مقتنعه ان احنا يجينا نفس الحاله، وانا ما باكلهاش. فقلت لا، يعني انا زوج لا مواطن لا، غلبان، قلت لا هو بس. ما بياكلهاش ليه؟ عشان هو عنده مشاكل فيها. ايه مثلا؟ مش مثلا طعمها مش بيعجبه فما بياكلهاش، احنا فيبقى عنده حق. هنتخانق، انا هنزل هنا. ملمسها ثانيه بس، ملمسها ما بيعجبوش فما بياكلش الفراوله. يعني ايه ملمسها؟ يعني ايه يقول لي بقطم الخياره باشعر؟ طب ما انا برضو لازم استفز فاكله غصب عنه. يقطم الايه؟ الخيار بيقشعر، ما فيش يقطم كده. الخيار بيقشعر؟ اه لا، الخيار بس؟ انا اللي بيضحكني يا دكتور ان هي الطماطم اخبارها ايه معاك؟ المانجا لا فيها شعر بقرف، يعني ما هو في حاجات فظيعه لازم بيقرف من مانجا تتاكل، الشعر؟ يعني ايه؟ شعر المانجا؟ انا اللي مضحكني اللي بتتكلم ما بتاكلش كل الاكل، اللي بتقول بيعرف، دي بتطبخ اي اكل بتقرف منه، تقول لي ايه ده؟ انا بعرف من حاجات منطقيه، هو بيعرف من حاجات ايه يعني الحاجات المنطقيه اللي يعني مثلا عجبتك؟ انا بعرف امسك الفرخه نيه بمسكها، لكن باكلها فبعد ما بتعملها يعني بتفتكر شكلها وهي نايمه فبتقرف عشان انا تاكلها. مسكتها، لكن لو حضرتك مثلا اللي دكتور عملتها احنا هاكلها اتنين عادي. مجانين يا دكتور، واسفين ان احنا عطلنا وقت حضرتك، البرنامج ده كان بيقدم للناس معلومات وقيم، احنا اسفين ان احنا تفهناه بالشكل ده، بنتكلم عن يعني شوكولاته انت الفراوله دلوقتي بتخافي من الفراخ بعد بقرف ما منها، تطبخيها؟ بقرف منها، بتقرفي منها؟ بفتكر بقى فيها ده شكلها ايه بقى قبل ده؟ ونسيتي بقى انها طخ وقعت لا، والمصحف كده مش هاكلها، دي الحاجه الوحيده اللي يعني دي باكلها طخ خلاص. لا او بالنبله. طيب الفراخ هتقرفي منها، ايه تاني؟ ما باكلش لحمه خالص؟ اه خالص، كل مشتقات اللحوم، لا بتلو ولا كندوز فيش ولا ضاني، ما اعرفهمش، انا اعرف الضاني بس ما اعرفش الباقي من بعض، عارفه يا دكتور يعني عارفه واحنا الاسامي بس. صغيرين لما كنا نيجي داخلين البيت فماما تقول شممني بقك ريحتك سجاير، انا كده في اللحمه بقى، لو اكل لحمه باكل نعناع وبتاع وانا مروح عشان يعني لو اكل لحمه ما يخش البيت؟ لا يعني ما ينامش في جنبي يعني، ما ايه؟ اقدرش طبعا، هي ريحه اللحمه بالنسبه لها، هي اللحمه ليها ريحه؟ انا ريحه كده. قول اه يا لا لا دكتور، لا لا. انا مش عايز اقول يعني اسامي مطاعم، في مطعم كده مشهور كده كلنا بنحبه في امبابه، بكلمه انا حبيبي، هو بكلمه اقول له انا هربان البرنس. البرنس، طالما بتقول البرنس حبيبي عم ناصر، بكلمه عم ناصر انا هربان من مراتي، جهز لي كل اللحوم اللي عندك، وبروح باكل كل حاجه. اه يعني انت لو جوزك واكل لحمه ما تنيموش جنبك في السرير؟ والمصحف ما اقدر اموت من الريحه، انا ده عندي لو حساسيه. ده مع ريحه فرد ايه؟ في لحمه ليها ريحه؟ ده مع انا اعرف ست تكره مثلا جوزها ريحته سجاير، لكن ده مع هتقولي افتراض للقاضي ايه في المحكمه؟ كان بياكل لحمه؟ عايز اخلعه عشان عايز بيطلع. اخلع. ده مع افتراض ان انا دخلت البيت، انا مش فاهم حضرتك بتتكلم في مرحله ان انا اخش. قال ايه واتخانقت معايا ما رضيتش اكل شوكولاته فراوله، شفت انا مظلوم، شوكولاته فراوله، انا فقلت لها رجاله نزليني. اتخانقنا، لا احنا الخناقه اه اوفر بقى، ونزليني في احنا الشارع الخناقه والله ما اروح حضرتك معاك لو الساحل. شفتها تقول الاتنين دولت يعني شافت جوزها وهو بيخونها مثلا، فتيجي تسال صلى على النبي في ايه وبتاع، وناس ده شوكولاته فراوله، احنا خناقاتنا كده انا وسط. نزلت بقى؟ نزلت من الشارع وهي مشيت؟ لا لا ما ما مشيتش، مشيتش، همشي ازاي هي بقى؟ ما طيبه يعني. بيلوي دراعي من حتت غريبه يعني، اللي هو فهضطر هو اقف. بيقول ده من حاجه غريبه. اه طبعا هو على طول كده. وكلت والله العظيم ايوه، اكلت لازم ياكل، امال عشان اركب يصالحني بس ازاي؟ اكل انا عشان اتدمرت نفسيا، واحد اتخانق معايا عشان مش عايز ياكل فراوله وانا باكلها له ده انت عشان جبروت انا يا غلبانه، بنتي. لحمه وانا لو جيت اكلها لحمه فتاريخ خاسس، وانا اقول يا ربي ما بيتخانق ليه؟ الحمد لله يا دكتور، وانا لو جيت اكلها لحمه هعمل معاها زي الشوكولاته فراوله، هتقول لي لا بس. طب انتوا كده عندكم مشكله في العشاء، لما تحب تعزمها على العشاء تعزمها في ايه؟ مثلا محل سي فود مفيش، مثلا؟ مثلا بتاكل فراخ آه. اي قلنا مطعم؟ فراخ بقى خلاص. لا لما لا لا بعد ده بتاكل، بس بتاكل صدر الفرخة بطريقة معينة، بس صدر الفرخة انا بقرف بطريقة برضو من معينة. الفراخ، ما باكلش وراك خالص، هو صدر ويتقطع رفيع قوي وما اشوفش لونه ابيض، لازم يبقى متحمر قوي فرخة جرافيك معينة كده بتتعمل لها كده الديزاين بتاعها وتنزل لها.
يعني احنا الحمد لله، الحمد لله على نعمه يعني ان حب الناس والناس عارفانا. لولا كده احنا مش هنقعد في كافيه او مطعم 5 دقايق من كتر ما بتيجي الاكل. فاكر انت لينا بتاعت مزرعه المتزوجون؟ ايوه انا عايش كده بقى. احنا بيجي لنا مدير المكان في اي مكان وشيف، طب فهمينا حضرتك رابع مره رجع الاوردر تخشي تطبخيه بنفسك. لا انا عايزه الطرف يبقى ما فيهوش الجلد ويبقى محروق قوي ويبقى مش فيه، عشان بقرف منه. وفي حاجات بتعرف منها بلا مبرر يعني. خدنا فتره مثلا بناكل اكله سمك معينه، جت في يوم قالت لي لا مش كلها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا 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 قرفت. ايوه شفتي حاجه مثلا امبارح في لا انا بخاف من الكائن يعني، كائنات الحياه كلها بخاف منها. طب انت بتخافي منها. ما بتاكليش لحمه والفراخ بتاكلي حته منها بس اللي هي الحته اللي هي المحروقه دي ولا ما اعرفش اللي انت قلتها ما اعرفش ايه دي وايه تاني يا ماما؟ وسمك يعني سي فود.